مشاهدي أنفاس بريس، نحن الآن في الإمارات العربية المتحدة، وبالضبط في فندق قصر الإمارات الموجود بالعاصمة أبوظبي، الذي يحتضن فعاليات المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر. ويطيب لنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله وهبي، أحد الخبراء الدوليين المغاربة المعروفين في مجال إنتاج التمور، وهو مدير سابق لمكتب الأغذية والزراعة الفاو بالمملكة العربية السعودية سابقا. أستاذ وهبي، مرحبا بك. في العرض الذي قدمته الآن يعني في هذا المؤتمر، ركزت كثيرا على النوع المجهول، ولاحظنا من خلال ابحاثك ودراساتك انك يعني مهووس بهذا النوع ديال هذا المجهول. يعني شنو السر ديال هذا الاهتمام بالمجهول من جهه، ومن جهه ثانيه هذا المجهول لا يمثل شيئا في الحصه الكبرى ديال الانتاج المغربي؟ شكرا سي عبد الرحيم. فعلا هو المجهول. احنا في هذه الدوره هذه مع الدكتور عبد الوهاب زايد الامين العام لجائزه خليفه الدوليه للتمور، ارتأينا بأنه نعطيه خلصه واحد الجلسة خاصة للمجهول، نظرا للقيمة الكبيرة ديال هذا التمر على مستوى السوق الدولي، وثانيا لأنه هو في الأساس ثروة مغربية محضة، إلا أنها بدأت ترجع لها كلام كثير بأنها هي أصلها من إسرائيل، أصلها من أمريكا، كاين اللي قال لنا حتى أنا أصلها من السعودية وكذا إلى آخره. كانت في نقاشات كثيرة في هذا الباب هذا، فكانت الفكرة أنه أولا أننا نخرجوا بهذا الكتاب اللي انتم شفتوه الان، اللي نشرناه انا ومع الدكتور زايد حول المجهول، ذره التمور. وثانيا نخصوا له واحد الحصه هنا، جلسه خاصه يوم كامل في المؤتمر، خصته جائزه خليفه في المؤتمر الدولي السابع للتمور للمجهول، من اجل اولا تعريف هذا المجهول، اصل المجهول باش نثبتوها بطريقه واضحه وبطريقه علميه وبالابحاث وبالمنشورات اللي كاينه. وثانيا نقدوا السميه ديال المجهول، نثبتوا الاسميه، لان هو من اللي خداوه الامريكان من المغرب، ترجموا هذيك مجهول بمجهول بالانجليزي، نظرا لكونهم هما ما تيدوش عندهم مشكل في ذاك النطق، وبالتالي من اللي هم بما انهم هما اللي نشروه في الدول الاخرى واللي وزعوه على الدول الاخرى، بالتالي الدول العربيه في الشرق الاوسط من اللي خداوه كاين اللي سماه مجدول، كاين اللي سماه مجهول وكذا. وهذا هو اللي افتتحت انا به المحاضره ديالي، على اساس انه اولا نثبتوا الاسم، سميتو المجهول ماشي المجدول، هذه نقطة أولى. وثانيا نعطيو الأصل ديالو وكيفاش هذا المجهول انتشر. يعني بعض الدول تحرص على أنها يعني كتصنف المنتوجات ديالها غذائية أو التراث ديالها المادي في اليونسكو، بما أنك تعتبر المجهول يعني منتوج ديال المغرب خالص، لماذا لا يحرص المغرب على تسجيله في اليونسكو كتراث ديالو؟ بطبيعة الحال المغرب أظن أنه خدموا في هذا الباب هذا، وداروه أولا بعد داروا هذا ما يسمى بالمؤشرات الجغرافية، سموه مؤشر جغرافي مجهل تافيلات أولا بعد بأنه باش يسجلوه بها ويحفظوه. ثانيا الآن المجهول انتشر، ما بقاش المجهول الآن ما بقاش منتشر، حتى قليل لأنني ملي كتناقش مع الناس قليل اللي تعرفوا بأنه راه أصله مغربي، وهذا هو اللي حنا زعجنا واللي خلانا قلنا لازم نتحركوا في هذا الباب هذا. قليل اللي تيقول لك مالك، يقول لك إسرائيلي، تيقولوا أمريكي، تيقولوا إلى آخره. فبالتالي يعني كيف يعني غادر المجهول المغرب وانتشر في بقاع العالم؟ في عجالة، لأن الموضوع طويل. أنت راه حضرت المحاضرة اللي أنا لقيت، هو كانت ملي كان المغرب في عهد الحماية وفي القرن التاسع عشر كانت هناك انتشر مرض البيوض، والفرنسيين وقتها بغاو يشوفوا شنو هو المشكل مع طبعة الحال مع المغاربة ديالنا، يشوفوا شنو هو السبب ديال هذا. فجابوا مجموعة من الخبراء، جابوا من فرنسا وجابوا هذا، وجابوا من الأمريكان، منهم واحد السيد سميتو والتر سوينجل. هاد السيد هذا من اللي جا، وهما عندهم في كاليفورنيا عندهم التمر، كان داخل كانوا مدخلين التمر، هذا شاف المجهول وعجب به، قال حتى هو نشر هذيك الورقه في 1945، نشر البحث ديالو في يعني هذه القصه ديالو مع المجهول، وقال انه قلت للقائد اللي كان في المنطقه ديك الساعه، مشاو لبودنيب، جاو من بشار وكذا الى اخره، مشاو لبودنيب، قال له هذا التمر عندكم زين وعنده قيمه كبيره، وهذه الا قديتو مزيان راه يمكن يتسوق ويتقاد الى اخره. قال له بغيت منه شي حاجه، داه عند واحد المنتج في بودنيب، راه معنا الحفيد ديالو هنا غادي نقدموه في العشيه ان شاء الله. مشى عند هذاك السيد بونديب، شرى من عنده واحد سته ديال الفسائل ديال لي غوجي مثلا نقولوا حنايا، وعطاه خمسه هديه من عنده اللي نطلعوا صغار مع هذوك، قال لي دي كل شيء. هذوك ال11 داهم الامريكان، دوزوهم في ذاك الحجر، المهم ما نطولش عليك في القصه كثير، داهم الحجر، من هذاك الحجر خرجوه، هذيك
ماتوا منهم جوج تسعود عطاوا واحد 64 فسيلة، وهذيك 64 فسيلة بدأوا يوزعوها على الأمريكان في 1944، بدأوا يوزعوها على الدول الأخرى، على المزارعين الأمريكان ومنها الدول الأخرى. فأخذوا منهم، خذت منهم إسرائيل ما بين 72 و 80 خذوا 9000 شتلة. جاءوا جنوب إفريقيا، جاءوا المكسيك كذلك خذوا منهم واحد العدد. جاءوا جنوب إفريقيا وناميبيا، ناميبيا مات لها ولكن جنوب إفريقيا راهي الآن من الدول المصدرة ديال المجهول. جات الأردن في 95 كذلك خذوا منه. وفي التسعينيات، بداية التسعينيات انتشرت زراعة الأنسجة، انتشرت زراعة الأنسجة وهي اللي ساعدت في الانتشار ديالو بشكل كبير. كيف تفسر أستاذ يعني أن الدول التي ليس لها ماضي في التمور أصبحت تتربع على عرش التمور، بينما المغرب الذي كان يصدر عهد قريب أصبح يعني في موقع متدني ومتأخر؟ وهذه القصة طويلة، إلا أن هاد الناس هادو انتبهوا لأهمية المجهول بكري وشافوا التسويق ديالو كيفاش يكون، خاصة الأمريكان اشتغلوا عليه وسوقوا. وانا تيحكي لي، سمعت واحد الاسرائيلي تيحكي، قال حنا كنا تنبيعوا المجهول يابس وكان كيتصنف ضمن الفواكه الجافه، الا انه دخلوا به الامريكان للسوق كرطب، وملي شافوه كرطب دخلوا عليه الاخرين. ابتدوا الاسرائيليين كذلك حتى هما شافوا الاهميه ديالو، من ثم انطلق الناس شافوا الاهميه ديالو والميزه اللي عنده، فكلهم انطلقوا وبداو تهتموا به. وثانيا القيمه التسويقيه ديالو، القيمة التسويقية ديالو كبيرة بزاف، والمردودية ديالو المادية كبيرة بزاف، وبالتالي هاد الناس اهتموا به ومشاو. حنا ما انتبهنا ليه إلا مؤخرا يعني، لكن ملي بدا المغرب الأخضر الآن نشروه كثير، والمغرب الآن هو تعتبر من أهم الدول اللي عندها مختبرات زراعة الأنسجة اللي كتنتج المجهول. الآن حنا غرسنا 3 مليون في إطار المغرب الأخضر، المغرب غرس 3 مليون ديال النخلة، تقريبا فيها شي 70% اللي هي مجهول. احنا جايين، ولكن احنا جايين في الانتاج. جسمه اللي سمعت لي استاذ، هو المغرب دابا ينتج يعني التمر او على عتبة ان ينتج كمية كبيرة. سنعيد الكرة في الخضار، المغرب انتج الخضار ولكن احل ما لقاش فين يسوقها. هل ستتكرر هذه المأساة ديال التمر؟ اظن انهم انتبهوا لها مع هذا جينيراسيون جرين جينيريشن اللي دار المغرب، انتبهوا لها، لاننا الان حنا داخلين على الانتاج، وانتاج بكميات كبيره. وانا كيف قلت في المحاضره ديالي، الانتاج لا يعني التسويق، التسويق عنده شروطه وعنده مواصفاته، وبالتالي عمليه الحصاد ومن بعد الحصاد مهمه، الممارسه الزراعيه السليمه الخاصه بالمجهول. المجهول ماشي هو اي صنف، المجهول عنده ممارسات ديالو وعنده الاساليب الزراعيه ديالو اللي خاصه به. إذا نفتها جيدا أنت ممكن تعطي إنتاج جيد، ولكن هذا تخصو نشتغلوا عليه. حنا أنا من ملاحظاتي والملاحظات اللي شفت في المهرجانات ديال اللي كانت بها المغرب في أرفودو، هذا حنا إنتاجنا باقي بعيد على المستوى اللي هو معروف في المستوى العالمي، باقي ما وصلناش لهذوك المواصفات. ولكن حسب ما تقال لي وحسب ما شفنا مؤخرا، بعض المنتجين الكبار بداو يتبعوا المعايير هذه، لأنه ما يمكنش حنا ننافسوا في السوق بهذاك التمور ديالنا الاسلوب اللي حنا تنتجوا به، ما يمكنش ننافسوا في السوق. مع واحد المفارقه اللي سمحت لي استاذ، هو ان تونس يعني دوله صغيره انتاجها لا يمثل يعني نسبه كبرى في العالم، ولكن العائد المالي الذي تحصل عليه تونس من خلال تصدير التمور ديالها يعتبر هو الاعلى على المستوى العالمي. يعني كيف تفسر يعني شنو الوصفه اللي عند تونس؟ تونس وصفه بسيطه جدا، تونس ماشي ناس عندهم مزارع كبيره، مزارع كلها تقريبا صغيره. التوانسه في الممارسات الزراعيه اللي تيديروا كثير فيهم عندهم الممارسات الزراعيه التقليديه، التوانسه عندهم التنظيم، منظمين تنظيم القطاع، منظمين القطاع ديالهم بواحد الشكل جيد جدا. وانا بالحقيقه في الناس اللي اشتغلت معاهم في السعوديه، في ناميبيا، في غيرها، دائما تندي الناس يزوروا باش تشوف بانها القضيه ماشي قضيه امكانيات ماديه، ولكن هي قضيه تنظيم. التوانسه من قضيه حكامه وحكامه، وعندهم هذاك السيكتور ديالهم، القطاع ديال التمور، عندهم اللي تسموه هما لو جيد، لو غروبمون انتر بروفيسيونيل دو دات، اللي مدخلين فيه جميع المكونات ديال سلسله القيمه ديال التمور، فيها المنتجين، فيها المسوق، فيها الناس اللي تيديروا ديال التعليب وكذا الى اخره، ومرتبين امورهم. هو قضيه تنظيم وحكامه اكثر منها اي شيء.
وهذا سؤال أخير، نحن على أبواب رمضان، عادة المغاربة لا يأكلون التمر بشكل عام إلا في هذا رمضان مقارنة مع باقي شعوب العالم وخاصة العالم العربي، يعني كيف؟ وهذه مفارقة ثالثة أستاذ، يعني أن المغرب كان هو الدول اللي كي من بين الدول اللي كي يأكل التمر، الآن المستوى أو المعدل الاستهلاك الفردي أضعف نسبة في العالم هي النسبة ديال المغاربة، علاش؟ احنا عندنا الآن نسبة ضعيفة ديال استهلاك التمر حتى تقريبا بمثلنا حوالي 3 كيلوغرام ربما للفرد إلا ما خفتين كذب ما عنديش شحال العتبة تقريبا؟ أنا أعطيك مثلا كاين السعودية عندهم كذا 30 كيلو للفرد 34 أضنيت الإمارات العمان واصلين ل 50 تقريبا وأكثر كيلو للفرد، لكن هذه الآن الاتجاه غادي الاتجاه العالمي الآن خاصة في العالمي في الدول العربية والدول المنتجة للتمور الإنتاج الاستهلاك ديال التمور نقص دخلت عليه هذه المنتجات الأخرى سنقول الجانك فود دخلت عليها الفاست فود وكذا إلى آخره فدخل عليها هذه الأمور هذه ونقصوا لكن الآن ابتدوا تهتموا ليه لأن الآن ولا التوجه العالمي نحو استهلاك المواد اللي هي مفيدة للصحة والتمر بطبيعة الحال معروف أنه من هذه المنتجات مثلا كاينين تيقولوا الإنرجيتيك بارز هذو اللي تأكلهم الرياضيين صغيرين دخلوا فيهم التمر دخلوا التمر في عدة وهنا الصناعة التحويلية خصنا ننتبهوا لها وخصنا نشتغلوا عليها احنا اظن اننا احنا كناخذوا اتجاه وتنخليوا اتجاهات اخرى خصني تنظر لهذه السلسله بشموليتها كامله عندي الانتاج كيفاش نسوي نحسن الانتاج كيفاش نرفع الكفاءه ديال المنتج كيفاش ننظم القطاع من ناحيه الجمعيات التعاونيه من ناحيه هذا كيفاش انني الحصاد ومن بعد الحصاد قبل التسويق هو القمه ديال العرض قبل ما نوصل للتسويق خصني بعدا نشتغل على الممارسات الزراعيه السليمه هذه جيده خصني حنا عندنا الحصاد ومن بعد الحصاد ملي كتدخل وكتلقى واحد نشر لك المجهول في شي هري ولا في شي هونغار ولا شي حاجه كتقول بان هذا ما يمكنش انا نمشي بهذا الشيء بعيد ونتمنى ان شاء الله خير لان احنا اللي ظهر الان ان المغرب خدام في هذا الاتجاه يعني في تقديرك يعني كاينه صحوه عموميه واعيه الان اللي لاحظنا اننا قفزنا اولا اننا كملين من المغرب الاخضر انتبهتي بان السوق طالب هذا الصنف هذا وكذا وحنا انتشرنا فيه الحمد لله الان احنا عندنا 3 مليون اللي تغرسات وثانيا اوكي مشينا في هذيك الفتره على الانتاج الان المرحله القادمه هي مرحله ديال معاملات مع بعض الحصاد مهمه كثير جدا الا بغينا نقدروا ننافسوا الناس في السوق انت راه شتي الان وشتي العروض اللي داروا شتي التمر كي داير حنا شفنا في المكسيك انا اشتغلت في الفاو مشيت للمكسيك اشتغلنا على مع المكسيكيين مشينا مع الجائزه في المهرجان ديال جائزه خليفه واللي هي مهرجانات مهمه جدا انت كتمشي تشوف الناس في السوق الاردنيين مشاو بعاد الفلسطينيين مشاو بعاد في المجهول حنا مالين المجهول فبالتالي حنا اللي خصنا نمشيو للمجهول المهم ماشي هو الانتاج لان حنا بعض الاحيان عندنا تنقولوا حنا المغرب ومن احنا في الدرجه 12 في الانتاج سيدي انا بغيت نكون في الدرجه 12 تونس في الدرجه 8 في الانتاج وهي الاولى في التسويق مصر مليون ونص طن ديال الانتاج ولكن كت 17% في الانتاج الدولي للتمور في حين انها كتمثل 1% في التسويق فبالتالي انا ما همنيش التسويق ما همنيش الانتاج قدر ما تهمني انني ننتج بالجوده اللي تطلبها السوق ونسوق وتكون عندي مردوديه فيه خصنا نركزوا عليه بارك الله فيك استاذ وكنشكرك وكنتمنوا هذه الصحه ديالك توصل لمختلف المسؤولين في المغرب بارك الله فيك شكرا